بالنسبه للمقابله شويه فضاعتنا في الشوط الاول لان حنا اغلبيه اللاعبين ما كانوش مركزين، استطعنا ندركوا الموقف في الشوط الثاني وما يعني رغم النقص العددي استطعنا باش نحافظوا على الشباك ديالنا. المقابله مشات مقابله النسيان، كان ان شاء الله رب العالمين نحضروا المقابله الجايه لان بالنسبه للهدف ديالنا حنايا كان بالنسبه للمقابلات الربعه كنا عاملين باش نجيبوا فيهم 9 نقاط، حنا جبنا دابا 10 نقاط، يعني ان شاء الله في القادم افضل ان شاء الله رب العالمين. وحنا بالنسبه لنا حنا ديما كنتذكروا على هذه المسائل لان يعني بعد النوبه نص فرصه كيتسجل فيها هدف، وهنا فاش كيبقى كيحصل خصك تكون مركز اكثر، حنا فقدنا التركيز، تسجل علينا هدف يعني اللي ما خصوش يتسجل. الحمد لله استطعنا نحافظوا على 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 التعادل، وفي المقابله في الحال هذه نقطه مهمه بالنسبه لنا ولا بالنسبه لمغرب تطوان.